نعم، مع تغيرات في وضع الوباء وأيضا تحسين المستمر لسياسات استجابة لكوفيد 19 في الصين، تساعد عديد من المدن والمقاطعات في جميع أنحاء الصين شركات محلية على السفر إلى الخارج للحصول على الطلبات الجديدة، سعيا لإزالة تأثير الوباء على تنمية الاقتصاد في أقرب وقت ممكن. فبرأيكم ما هي المزايا التي تتمتع بها الشركات الصينية تنافسية في سوق دولية بشكل عام وأيضا في منطقة شرق أوسط بشكل خاص؟ لأن أثناء ثلاث سنوات الماضية نعم. وكانت التجارة تقام على مستوى الماضي، نعم. وخلال هذه السنوات الثلاثة والمصانع والمدارس والمصانع والمعاهد لم تتوقف في الابتكار وفي التصنيع. هناك بعض المنتجات الجديدة لا يقدر يتفاهم عن طريق الشبكة وعن طريق أونلاين، ولذلك والابتكار والمنتجات الجديدة لديها تتمتع بالتكنولوجيا الجديدة، وكذلك توفر الوقت، توفر الأسعار، وكذلك توفر الجودة. لذلك وعندما فتح الأبواب والحكومة والشركات المحلية عن طريق دعم الحكومة المحلية، وهم يجتهدوا يسعى إلى الخروج في العالم وخاصة في الدول العربية، يبحثوا عن فرصهم وعن طلبيات جديدة، طلبية التجارية الجديدة ومع منتجاتهم المنافسة في السوق، وخاصة وفي مجال الزراعة، لأن نحن نعرف لأن الصين من أكبر الدول في العالم في إنتاج منتجات الزراعية وخصوصا في الفواكه والخضروات. وكثير هناك مع أن التضخم الأسعار والأغذية في العالم، ولكن أسعار في الصين للأغذية لا زال في مستوى منافسة، ولذلك إذا نحن عرضنا هذه المنتجات إلى سوق العالم وخاصة في سوق الدول العربية ولدينا قدرة تنافسية شديدة.